اقول لك حاجه اتفضل ملحوظه يا اتفضل رب تكون لاحظتها معايا. اتفضل. دايما يتقال على كيروش انه مدرب عنيد. اه طبعا اديك امرتين ان هو مش عنيد خالص. تمام. المباراه الماضيه اتصاب، كان مين اللي اتصاب؟ كان مين اتصاب؟ حجازي تقريبا، حمدي فتحي. حمدي فتحي لما اتصاب. كان اتصاب حمدي فتحي، انا بفتكر بس دلوقتي، حمدي فتحي لما اتصاب هو جهز مهند لاشين، فاكر؟ صح، وكان مهند لاشين كان نازل، نازل. فواضح جدا حد في الجهاز المعاون قال له ما تنزل زيزو، زيزو صح ممكن يبقى له افضليه هجوميه دلوقتي صح عشان احنا محتاجينه. صح النهارده بعد اصابه حجازي كان بيجهز بره محمود علاء، محمود علاء. صح فحد قال له طب ما ترجع ايمن اشرف صح مدافع واستفيد بتريزيجيه صح هجوميا. صح فواضح جدا ان هو ممكن ياخد قرار وممكن يتراجع فيه بسهوله جدا، عشان صح كلمه دي دلالات. طبعا احنا صح مش داخلين بس خد جوه. بالك برضه عشان تبقى انت في الصوره، انا لقيت ان مدربين اجانب كتيره جدا، اوقات مدربين الاجانب ما بيستعانوش بالجهاز المعاون، ده مش تقليل من الجهاز المعاون، لا هو المدرب الاجنبي بيبقى مقتنع بافكار معينه عايز ينفذها، منطقي. انا المدير، وده عادي انا جدا، اللي بتحمل ده المسؤوليه. عادي جدا انت يعني رايك بالنسبه الهجوم لي على الجهاز استشاري. المعاون. طب هو ليه ما بيتكلمش؟ طب هو ليه ما بياخدش؟ طب في هو في النهايه الاخر رئيس استشاري. الراجل هو اللي في الاخر هيحاسب على اي حاجه بتحصل صح لمنتخب مصر. صح لكن النهارده برضو احنا عشان خاطر بنحب منتخب مصر قوي، فداخلين في كل التفاصيل الصغيره قوي. انا اقول لك حاجه، انا من ساعه ما اتولدت تقريبا، من ساعه ما تابعت كوره، خلاف بين المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، كل لا المديرين لا لا ده الفنيين كلهم كده، بس خد وكل بالك الاجهزه الجهاز المعاون المعاون اللي موجود دايما دلوقتي، بسمعها. اللي موجود دلوقتي اقوى من اقوى الاجهزه في خلال 10 سنين معاون لمدير فني. لو جيت اتكلمت على الكابتن ضياء السيد حاجه كبيره جدا. طبعا النهارده بتتكلم على الكابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري، ثلاثه ابطال طبعا، ثلاث تاريخيين يعني تاريخيين، البطولات التاريخيه وبعدين لمنتخب عندهم مصر. من الخبرات يقدروا يوصلوا للعيبه الحدث ده نمشي ازاي صح وامتى، ان احنا في الماتش ده محتاجين نكسب، لا نهدى شويه في الناحيه الدفاعيه، نهاجم دلوقتي. خد بالك اللعيبه بتحب عصام الحضري، بتحب وائل جمعه، بتحب محمد شوقي، بيستفادوا من ده خبراتهم. حتى عصام الحضري انتقد جدا وقال لك ليه عصام الحضري دلوقتي مدرب حراس لسه فاضل له كتير قوي. ادينا شايفين اهو الشناوي بيأدي اداء رائع جدا، ابو جبل بينزل يشارك بيأدي اداء رائع جدا، محمد صبحي في الجزء اللي لعبه النهارده ادى اداء رائع جدا. مش بقول طبعا ان عصام الحضري هو اللي عمل او يعني هو اللي مجهز الحراس دول، عشان في النهايه دول الحراس دول جاهزين في انديتهم، بس هو حافظ على انا بقى المستوى ده. بقول لك بعيد عن النقطه دي، المدربين الكبار في مصر مفيش جديد، ليه ما نديش احنا للشباب؟ وعصام حضري مش شاب، ده عصام الحضري حاجه و40 يعني سنه نقول يعني. شاب في الشغلانه برافو عليك، يعني حديث لسه الشغل، حديث برافو في عليك. الشغلانه يعني. دايما ما هو ده اللي بتكلم فيه، ان التوجه العام لازم تدي للشباب. صح النهارده هو لازم فوق ال60 عشان نجيبه، هو لازم فوق ال70 عشان، مع احترامي طبعا اكيد فوق ال60 وفوق ال70 مدربين كبار طبعا ومدربين كويسين جدا، طبعا. لكن النهارده لما لا تدي لا ضروري ده ولا ضروري ده. بحجم عصام الحضري لا يمسك، صح لا ايه المشكله؟ صح وبعدين برضو عشان تبقى انت حضرتك في الصوره، لما انا بحس ان المدرب بتاعي قريب من السن، على فكره ده حاجه كويسه جدا جدا، وبقى فيه يعني هو فروقات بس النظر هو بس مش قريب من السن ده، انت بتتكلم في الحارس الاعظم في تاريخ مصر يعني، انت كمان كبير اللي قدامك هو عصام ومجتهد الحضري يعني. وبيت. النهارده عصام الحضري اقسم بالله جت الكاميرا عليه في المدرجات، انا عندي احساس انه عايز ينزل من كتر حماسه ومن كتر روحه. ما انا بهزار يعني قلت لزمايلي واحنا لا بنتفرج على والله المباراه، قلت لهم هو كده فاضل عصام الحضري. ايوه يعني واضح ان عصام الحضري هينزل وهيأدي يعني، بالمناسبه يعني انت لو نزلت عصام الحضري لا يلعب هيأدي. لا لا النهارده يوم جميل جدا، صح جميل جدا، لكن انا من طبعي والبطوله في الاخر مش ماتش، مش ماتش، صح انت عندك ماتش تاني لازم من بكره تحضر له. صح النهارده الماتش اللي جاي ده ماتش صعب جدا، صح هنتكلم عليه بتفاصيله، لكن النهارده الفرحه المبالغ فيها انا ما بحبهاش. في الاخر احنا كسبنا هنفرح، احنا يعني كشعب نفرح براحتنا، لكن انا متاكد ان محمد صلاح دلوقتي عامل لهم اجتماع نتعشى خلاص الموضوع خلص الفرحة. منتهي، صح لازم نفكر في ماتش انا الكلام. مش شايفها فرحه مبالغ فيها، هي فرحه منطقيه وعاديه بس تقف لحد كده. انا معاك الفرحه تقف بقى المبالغ خلاص. فيها من الشعب عادي جدا، من طبعا الجمهور عادي جدا، لكن لعيب الكوره انا عاجبني جدا 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 ردود فعل محمد صلاح، ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. الراجل بيكسب حتى فرحته ابتسامه مش الفرحه لانه عارف حجم كابتنه الفرقه. انا النهارده لازم ان انا اوصل النهائي واخد البطوله، ساعتها افرح واعمل اللي انا عايزه. ودي محمد صلاح استفاد جدا من وجوده مع الصقر احمد حسن، طبعا مع وائل جمعه، مع الحضري، مع ابو تريكه، كل اللعيبه الكبار دي هو حضرهم، صح فاستفاد من خبراته. اللعيبه دي ما كنا موجودين مع بعض، كان في الماتشات بيبقى احنا كسبانين 1 كسبانين 2 وعايزين يكملوا. انا نفسي تبقى دي موجوده في المنتخب. النهارده جيب جون
واحد واحد، انا على طول بعديه على طول عايز اجيب الثاني، عايز اجيب الثالث. الاصرار على المكسب، هو دي الحاجات التفاصيل الصغيره دي لو اتعملت هنقدر ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله بمنتهى السهوله، لان احنا عندنا الامكانيات بكده.